صدها برجله، حطها في كبيرة 15 يوم. ده معناه ان الحمد لله كانت يعني انا يعني صلاح يحمد ربنا ان انا ما كملتش في الملاعب. ففعلا يعني انا طول عمري مش شايف ان انا ناقصني حاجة. انا لما بحب العب تنس طاولة بلعبه. سافرت المانيا وفرنسا واندونيسيا وتونس، ومن فرنسا رحت مخرم كده ورايح على ايطاليا وراجع تاني. بحب تراب البلد دي، عشان كده ما حتى لو اتيحت لي فرصة ان انا اكمل بره، بس انا بحب تراب البلد دي، نفسي فعلا اقدمها. اذا كان في حد يستاهل انه يتقدر ويتشكر فهم اتنين، واحد اسمه الحاج عبد الفتاح احمد حفني، مش حنفي يعني، برضه غلطت في الاسم يا دكتور انا عشان جد الله يرحمه بس ما يزعلش يعني. والست ام خالد والدتي. اذا كان في حد شعر بالاعاقه يا دكتور رضا فهيكون هم. من نظره الناس، كلام الناس، من مضايقات الناس ليهم، بس انا ما شايفش كده يعني. انا مش بتضايق. انا افتكر انه في المدينه الجامعيه وانا طالب في سنه تانية، انا بحب العب الكوره زي ما قلت لحضراتكم. بالمدينه الجامعيه اللي احنا ساكنين فيها ما فيهاش ملعب، بس هي حتت فاضيه. فكنت بنزل واجيب حد، يعني انا ضد تسميه سليم ومعاق، بس خلينا نمشي على زي ما المجتمع بيحب يقول. بجيب واحد من السلام يوقف جون وانا افضل اشوت عليه، لدرجه انهم اشتكوني عند نائب رئيس الجامعه من كتر ما انا بلعب كوره في المدينه الجامعيه. دكتور رضا يعني عملهم دوشه بالظبط. وبدات اقنع المعاق انه لما يسمع كلمه معاق ما يزعلش، لان انا كنت شايف في الجامعه المعاقين بيزعلوا من الكلمه دي، وانا مش شايف انها كلمه عيب يعني او كلمه تزعل. اذا كان المجتمع بيسمي ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه انهم معاقين احسن من معيقين، يعني لما ابقى انا معاق احسن ما ابقى انا معيق. الحمد لله انا معاق، بس انا ليا كيان في البلد، انا بساعد، انا بعمل، انا بنتج، فاحسن بكتير من غيري مش معاق بس هو معيق. يا حبيبي احب كلمه معاق، يلا يا معاق انت وهو. بقيت انا كل ما اقابلهم اقول له صباح الخير يا معاق، لحد ما بدا كلمه معاق تبقى عادي. كلمه معاق بيسمعوها ويهزروا بيها مع بعض. ورحت عملت دوري كره قدم للمعاقين داخل المدينه الجامعيه، وانا فزت برضه وخدت المركز الاول. انا بلعب كره من زمان فطبيعي يعني، انا عامل نفسي يا دكتور بالظبط يعني. انا ليا الشرف ان انا ابن للحاج عبد الفتاح والام خالد. انا الولد الوحيد على 5 اخوات بنات، ويعني انا المفروض الدلوعه بتاع البيت. ربنا يبارك لي فيهم يا رب، اخواتي الخمسه ووالدي ووالدتي. لا انا رقم 2. اذا كان في تحدي او كفاح فهو الاصرار من الوالد على ان انا اتعلم، لانه كان طبيعي في الوقت ده دكتور اقبال انه معظم اللي عنده طفل معاق بيخاف اساسا انه يوريه لحد، وكانه حاجه عيب، وكأنه. وداني المدرسة الابتدائي، وكانت أختي الأكبر مني هي اللي بتساعدني توديني وتجيبني. بعد شوية هي كبرت، فاحنا عندنا في الصعيد طبعا يعني عيب برضو البنت تركب الحمار. أنا كنت بروح المدرسة بالحمار، فبدأت أعتمد على نفسي ورحت الإعدادية بالحمار ورحت الثانوية بالحمار. لا حوالي مثلا 25-26 كيلو. ايوه دكتور رضا. وكنت اصحى بدري وعشان لازم الحق الطابور،
رغم ان انا المفروض ماليش في الطابور، بس انا احب الحق الطابور. وهو مين هيقدم الاذاعه في المدرسه غير انا؟ طيب ما انا لازم اقدم الاذاعه، ولازم يبقى لي كلمه الصباح اقولها انا والكلام ده كله. الغريبه بقى ان يوم ما ظهرت نتيجه الثانويه العامه الحمار بتاعي مات. فعمل اللي عليه. والله بتكلم بجد، سبحان الله. انا يومها دي كنت عامل عمليه في رجلي الشمال اللي هي فيها الاعاقه، لانه كنت محتاج اعمل عمليه فرد عشان ينفع البس الجهاز عشان اتحرك بيها بعد كده. فانا كنت عامل العمليه وقاعد في بيتنا تحت، ظهرت نتيجه الثانويه العامه المغرب، والدي بيقول لي الحاجه خالد الحمار بتاعك. فده كان شريك كفاح، ويمكن صاحبته اكتر من بني ادمين بامانه، يعني لانه ايوه. في عشرة كانت وفي تعارف، يكفي ان انا كان ممكن اطلع على ايه اقطع الحبل المربوط بيه، بس ما جريش مستني. فهو كان اصيل، الله يرحمه. ماشي. على فكره يا دكتور في الارياف، وفي اعتقد في ريف الصعيد كمان، ده متعارف عليه. مش يعني اي حد كان بيروح المدرسه كان بينتقي هذه. لا انا ما عنديش مشكله ان انا بقول، او يعني بالعكس انا فخور يعني. انا فخور بكده. الوسيله المناسبه للظروف الاقتصاديه والغير والغير والغير، ان انا انتقي الحمار واروح بيه، فده حاجه ما بتزعلنيش يعني. بالعكس دي حاجه انا بقولها من الذكريات الحلوه يعني. نظرات الناس، تقييمهم ليك، او لما يحبوا يغزوك او يدوسوا لك على طرف فيدوسوا على الموضوع ده، انا ما بيش يفرق معايا، عادي. وبالتالي لما انا تقبلت ان الموضوع عادي ومش بيفرق معايا، فخلاص يعني. اذا كنت انا بقول يا اخوانا انا معاق يعني، فانت هتغزني بايه يعني؟ فدي ما تغزنيش في شيء. لما خلصت الثانوية العامة كان رأي معظم الناس انه ايه اللي يوديك كلية عملية، انت ادخل اداب نصا كده، خلص اداب تتعلم في نسبة 5% معاقين، في جمعية زراعية جنب البيت تتعين فيها تاخد المرتب، واقعد انا باقي اليوم بقى اجيب في سيره الناس، وفلان راح وفلان اتجوز وفلان اتطلق وفلان عمل وفلان عيان وفلان خف وفلان راح، بس انا مش شايف خالد بن الوليد في كده. ف بيضغطوا على بابا علشان يقنعني بكده. فهو كان ليه جملته الشهيره، هو اللي هيدرس مش انا، فهو يختار وانا عليا ان انا واقف ورايا. فالحمد لله انا اخترت علوم، ومن الاول انا عاوز الفيزياء، انا بحب الفيزياء. لما دخلت كليه العلوم دخلت متاخر عشان كنت عامل العمليه اللي انا قلت لحضراتكم عليها، حتى ما لحقتش اعمل علاج طبيعي ولا حاجه، انا دخلت على الكليه على طول. فوجئت بقى الكليه متقبلاني، وعميد الكليه الله يرحمه ساعتها كان مرحب، الاساتذه عندي في الجامعه مرحبين، الكومسيون الطبي دكتور رضا هو اللي راح. الكومسيون في كشف طبي لازم يعمله اي طالب، فالكومسيون الطبي الكشف الطبي الطبيعي اول حاجه قال انه اذا كان كليه العلوم موافقه، وزي ما بيقولوا انا راضي وابوها راضي، فمش هيعمل فالكومسيون في النص قال لا ده ما ينفعش. عملنا التماس قال برضه ما ينفعش. فالله يمسيه بالخير رئيس الجامعه في الوقت ده الدكتور عبد المتين موسى، فلما سأل و و و طالما كده، والعميد برضه دكتور هشام منصور الله يرحمه، فقال احنا كل اساتذته ومعيدين بيقولوا انه مفيش اي حاجه يعني، هو طبيعي ومفيش اي مشاكل. فلما بعتوا جواب بالنص ده للكومسيون الامور مشيت. فالحمد لله ان انا اتقابلت في كليه العلوم كطالب. تخصصت فيزياء الاول على القسم الاول،
طبيعي لازم الأول بيتعين معيد. يعني كنت بتذاكر عادي كده زي أي حد؟ يعني العلوم دي عايزة مذاكرة؟ أيوة بس هو عشان أتفوق في كل العلوم. أي حد بيحب حاجة بينجح فيها. حضرتك أنا مختار الكلية يعني عن رغبة، التخصص عن رغبة. أنا معرفش مثلا في السكشن إن أنا أقعد على الكرسي عشان أشتغل، أنا أحب أقف وأوصل التجارب الكهرباء والشغل والكلام ده كله في المعامل. في معمل الكيمياء ممكن نوقف بالثلاث ساعات والأربع ساعات. المحاضرة في الدور الثالث أنا بطلع السلم للدور الثالث، السكشن في الدور الرابع أنا بطلع السكشن في الدور الرابع وبنزل عادي. ما أنا مش شايف إن أنا بعمل حاجة غريبة، يعني هو ده العادي إن أنا أطلع وأنزل وأروح وآجي، مفيش أي مشاكل. جيت برضو أتعين معيد برضو في قصة بيني وبين الكوميسيون تقريبا يعني، فإزاي مش إزاي، وعشنا نفس الحوار تاني. ما هو برضو عشنا نفس الحوار تاني، وبرضو الحمد لله كانت الأمور تمام. وبعد كده أنا كنت أسرع واحد ياخد ماستر، أخدته بعد سنة، لأن المدة القانونية بتقول ما ينفعش تاخد الماجستير إلا بعد سنة. أخدت الدكتوراه بعد سنتين، لأنه القانون بيقول ما ينفعش أخد الدكتوراه إلا بعد سنتين. لا ما هي سنتين من التسجيل، فحضرتك في سنة تمهيدي وسنة ماجستير. وبعدين عشان أختار موضوع الدكتوراه دكتور محمود وأسافر برا ولا أكمل في مصر، في سنة راحت وبعدين بدأت الدكتوراه. هما 2 years بالضبط كنت الحمد لله واخد الدكتوراه بتاعتي. انطلقت، انضميت لفريق إدارة الجودة في الكلية. سنة ونص بالضبط كنت أنا مدير الجودة، وخدنا أكبر مشروع للكلية علشان يتم تأهيلها للاعتماد. بعد كده بقيت أستاذ مساعد. أول ما بقيت أستاذ مساعد طلع لي قرار إن أنا أبقى رئيس قسم الفيزياء. الكوسة ماشي. لا بس هو يومها ما كانش فيه أساتذة، كان فيه أستاذ واحد ماسك وكيل كلية، ففي أساتذة مساعدين، فالدور عليا كقائم بعمل رئيس القسم. مسكتها سنتين، وبعد كده سافرت ألمانيا في مهمة علمية 6 شهور، ورجعت من ألمانيا. كنت قبل ما اسافر ألمانيا أنا أسسنا أول مركز للنانو تكنولوجي في صعيد مصر، والمركز ده زاره السفير الألماني ورئيس هيئة الدي آي دي بتاعت التعاون بين مصر وألمانيا وكتير، وبنعمل أبحاثنا على علاج الكانسر وعلى تطوير الخلايا الشمسية وعلى إنتاج أدوية مضادة للالتهابات وغيره وغيره وغيره. الحمد لله المركز ده تم اعتماده دوليا من 7 شهور. يعني أنا القياسات اللي بنعملها جوه المعمل لا تفرق عن ما يتم عمله في الولايات المتحدة الأمريكية أو إنجلترا أو غيره في صعيد مصر. الحمد لله أخذت الأستاذية، مسكت وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع 6 شهور، مسكت وكيل الكلية للدراسات العليا 10 شهور، وبعدين أكرمت من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصدور القرار الجمهوري إن أنا أتعين عميدا لكلية العلوم، كلية العلوم التي أعشقها. شرف كبير إن أنا أبقى عميدها سواء في السن ده أو في أيا كانت الأمور. الحمد لله أنا مش معتبر ده كله إنه حاجة،